السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في المحاضرة بتاعتنا عن مقدمة عن برنامج الإكسل. وبرنامج الإكسل هو أحد مجموعة برامج الأوفيس، وهو تعتبر من أقوى برامج الجداول الإلكترونية الممتدة. وطبعا كلمة إكسل جاية من كلمة إكسلانت بروجرام، أي برنامج الممتاز. سمي بذلك لما يتمتع به البرنامج من خواص عديدة ولسهولة التعامل مع الجداول والمعاملات والدوال الجاهزة، وكذلك إمكانية استخدامه في بعض التحليلات الإحصائية. إكسل. طب مكونات الشاشة الرئيسية لبرنامج الإكسل. عندنا الشاشة الرئيسية تتكون من عدة أشرطة. أول حاجة شريط العنوان أو الليبل بار، في طبعا بيبقى موجود فيه اسم البرنامج اللي هو مايكروسوفت اكسل، وبرده في جنب مايكروسوفت اكسل هنلاقي كلمة بوك 1، عشان لسه لغاية دلوقتي طبعا ما سميناش الملف ده بأي اسم. في أيضا في مفتاح أو زرار لتكبير الشاشة، مفتاح لتصغير الشاشة اللي هو ماكسمايز مينيمايز، مفتاح اللي هو كلوز اللي هو لغلق البرنامج. عندي تاني شريط اللي هو شريط المنيو بار أو شريط القوائم. الشريط ده فيه عدة قوائم زي قائمة فايل، وجواها بعض الأوامر اللي هي بستخدمها لفتح ملف جديد اللي هو نيو، أو فتح ملف موجود قبل كده، لحفظ ملف أعمل سيف، للطباعة اللي هو برينتر، وكمان قائمة بآخر أربع ملفات تم حفظه. في كمان قائمة إديت فيها أوامر خاصة بالأندو ايدو اللي هو التراجع والتكرار. في كمان اللي هو الكوبي والبيست اللي هو النسخ واللزق. في اللي هو القط اللي هو القص. في كمان الريبليس اللي هو الاستبدال. عندي قائمة كمان اللي هي تولز، فيها الأوامر الخاصة بالتدقيق الإملائي والحاجات الخاصة بالبروتكت أو حماية ورقة العمل. والقائمة دي في الإصدار بتاع 2007 كانت باسم ريفيو. في عندي كمان قائمة فورمات، دي بتحتوي على أوامر لتنسيق الخلايا والأعمدة والصفوف وتنسيق الصفحة. طبعا ابتداء من 2007 كل القوائم اللي أنا اتكلمت فيها قبل كده بقى اسمها قائمة واحدة اسمها قائمة فورمات الأدوات. قائمة كمان إنسيرت بتحتوي على أوامر لإدراج رسوم بيانية، لإدراج صور، لإدراج رموز، للتحكم في الهيدر والفوتر اللي هو الرأس وتزييل الصفحة. عندي كمان قائمة داتا، دي بتحتوي على أوامر خاصة بالإكسبورت والإمبورت اللي هو استيراد البيانات، وكمان بالسورت أو ترتيب البيانات تصاعدي وتنازلي، وفرز والتصفية. كمان في قائمة هيلب دي للحصول على المساعدة حول البرنامج. في أشرطة أو شريط كمان اللي هو أشرطة الأدوات أو التولز بار، دي بيحتوي على مفاتيح الوظائف المختلفة اللي هي بتستخدم للوصول السريع للأوامر المختلفة. في كمان شريط الصيغة أو الفورمولا بار، دي بيبين فيها الخلية أو السل الأكتف اللي أنا شغال عليها والصيغة بتاعتها أثناء الإدخال. ولما بدخل فانكشن معينة بتلاقي فيه لا إما علامة صح لو أنا الفانكشن كتبها بصيغة سليمة، أو علامة خطأ أو إكس كده عشان تبين إن أنا كتبت صيغة خاطئة. في كمان الريفرنس سيل او صندوق عنوان الخليه، دي بيظهر فيه رقم العمود والصف اللي هم الاكتف اللي احنا شغالين عليهم. اخر حاجه اللي هو ورك شيت او ورقه العمل، دي الورقه اللي بسجل فيها البيانات. كل ملف بيحتوي على 3 اوراق ممكن يزيدوا لغايه 255 ورقه حد اقصى، طبعا متقسمه لصفوف واعمده. الورقه الواحده فيها 256 عمود وفيها 65536 صف، وبالتالي فيها 16,777,216 خلية. طبعا الشكل قصاد حضراتكم ده الشكل الأساسي للشاشة الرئيسية لبرنامج الإكسل، وموضح فيها كل الأشرطة اللي احنا اتكلمنا عنها. في واحنا شغالين على الإكسل في بيبقى أوضاع مختلفة للماوس، أو تلاقي الشكل بتاع الماوس اختلف. في وضع كروس لتنشيط خلية ما أو عدة خلايا، في الوضع اللي هو فيل هاندل عشان اعمل نسخ لمحتويات خليه الى خليه اخرى، في اللي هو ريسايزنج كولمن اللي هو تكبير او تصغير حجم اي عمود،
resizing row لتكبير او تصغير حجم اي صف. كمان عندنا بعض من البيانات اللي ممكن اشتغل عليها. عندي بيانات ممكن تبقى بيانات رقمية نيومريك على شكل ارقام يعني، والنصوص اللي هو التكست على شكل احرف او كلمات، وكمان معادلات اللي هي الفانكشن والعملات، وكمان ممكن يبقى الداتا بتاعتنا او البيانات بتاعتنا على شكل وقت وتاريخ اللي هو التايم والدي. طبعا هنا انا موضح لحضراتكم بعض المفاتيح الهامة اللي انت هتستخدمها، زي نيو ده عشان اعمل ملف جديد، اوبن عشان افتح ملف كان موجود قبل كده، سيف عشان اعمل تخزين للملف، برنت اعمل طباعة، برنت بريفيو عرض ما قبل الطباعة، سبيلنج اللي هو تصحيح اخطاء املائية، قط عشان اقطع جزء من مكان واحطه في مكان اخر، كوبي عشان نسخ خلية، بيست اللي هو لزق ما تم نسخه، الفورمات بنتر اللي هو اعمل نسخ للتنسيق نفسه، الاندو عشان اعمل تراجع عن اخر عمل قمت بيه، ريدو لتكرار اخر عمل قمت بيه، اوتو سام ده عشان اعمل جمع تلقائي لمجموعة من القيم في صف او عمود معين، سورت اسندنج اللي هو ترتيب الخلايا ترتيب تصاعدي، سورت ديسندنج اللي هو ترتيب الخلايا ترتيب تنازلي، انسيرت شارت عشان اعمل تمثيل الخلايا تم تحديدها بشكل بياني، انسيرت شيب عشان ادخل اشكال هندسيه لورقه العمل، انسيرت كليب ارت عشان ادخل صور لورقه العمل، الفونت طبعا عشان اختار نوع الخط، الفونت سايز حجم الخط، بولد للكتابه بخط سميك، ايتاليك عشان اكتب بخط مائل، اندرلاين اللي هو اعمل سطر تحت كلمات معينة أو تحت خط معين، Elegant Left اللي هو محاذاة ناحية اليسار، والسنتر اللي هو التوسيط، وElegant Right اللي هو محاذاة ناحية